أنا دكتور محمود عبد اللطيف، دكتور أسنان من كفر الشيخ. حابب أتكلم معاكم النهاردة عن موضوع صغير، وهو الأسنان اللبنية عند الأطفال إمتى بتظهر وإمتى بتبدأ. تبدأ تظهر أول أسنان أطفال عند سن 6 شهور لتمن شهور. يبدأ يظهر الأسنان تحت، وبعد كده اللي فوق يبدأوا يظهروا، وبعد كده الضروس اللي ورا. يظهر له ضرسين عند سن سنة ونص وسنتين ونص. الأسنان دي بتبدأ تبدل عند 6 سنين ل8 سنين بالنسبة للأسنان الأمامية القواقع، إنما الضروس الخلفية بتبدل عند 11 ل12 سنة. عشان كده السن من 3 سنين ل10 سنين المفروض إن إحنا نحافظ على الأسنان والضروس الدايمة دي، خاصة الضروس، لأنها بتفضل حافظة مكانها للضروس الدايمة على ما تبقى. لو حاجة منها اتأثرت أو سوست المفروض تتحشى عشان ما تعملش مشكلة للطفل بالنسبة للأكل أو ألم يأثر على نومه ويأثر عليه. فلازم حشو الأسنان بالنسبة للأطفال إن إحنا نحافظ على المكان لغاية ما الضروس الدايمة تطلع، لأن الضرس اللي بيتخلع بيفضي مكان، فالضرس اللي وراه بيبدأ يتحرك في المكان الفاضي ده، الضرس اللي فوق كمان ممكن يتحرك لتحت عشان مفيش مقابل ليه. يبدأ يظهر للأطفال أول ضرس دايم عند سن 6 سنين. الضرس الدايم ده مش بيبدل، بيظهر خلف الضروس اللبنية ومش بيبدل خالص. بعد كده بتبدأ تظهر الأسنان الدايمة عند سن 6 سنين ل8 سنين، والضروس بتبدأ تظهر من سن 12 12، ممكن ضرس العقل يفضل بيطلع لغاية 18 أو 20 سنة، وبعد كده كمان. إمتى نبدأ نستخدم الفرشة والمعجون مع الأطفال؟ مع بداية ظهور الضروس الدايمة، هو من سن 2 سنين. نبدأ نستخدم فرشة صغيرة ونعلم الطفل نقف معاه ازاي يغسل أسنانه، نحط معجون قطعة صغيرة خالص على قد حباية البسيلي. ممكن نبدأ نغسل الطفل من قبل كده، أيوة طبعا، ممكن من أول 6 شهور من أول ما يبدأ له أسنانه، بس بيكون بقماشة مبلولة وبصوابعنا إحنا نغسل للطفل عشان ما يفضلش بواقي أكل أو بواقي لبن من الرضاعة، وده اللي بيسبب تجمع البكتيريا وتسوس الأسنان بعد كده. إحنا معاكم في أي استفسارات تانية ممكن تتواصلوا على رقم التليفون أو صفحة الإعلان.